نوعا ما الجمهور انه يرجع للقاعه. المهم على اي كجانب ديال الحلول كما قلت انه الاهتمام بجانب التعليم. التعليم عنده دور مهم لانه راه مسائل بسيطه جدا على انه مثلا المركبه الثقافيه يديروا شراكات مع بين المؤسسه التعليميه لانه زياره ميدانيه للمسارح. انا دوزت في التعليم بين قوسين ما عرفتش واحد كتقول له المسرح كيقول لك عمري شفتو دير في السادس ولا في السابع كيقول لك عمري شفتو المسرح. هاد اللقاءات اللي ممكن تجذب الجمهور للمركبه الثقافيه كتولي العلاقات شويه الا بغيتي تقول انه كتولي تهرس ديك الحاجز اللي ما بين المواطن وبين لاصق. كاين الورشه التقنيه كاين خلق ديال الشراكات مع المؤسسات ديال المؤسسات ولا الشركات. حنا ما عمرنا كتشاهدنا ما عمرنا كتلقى شي واحد كيدير سبيكتاكل وكيسيب لي مثلا النساء ديال المعامل ولا النساء ديال المعامل. عمرك كتلقى انه هذا السبيكتاكل هذا كنقول انا كنسيب لي به هذه الفئه هذه محدده اللي ممكن تحاج القضايا ديالهم واللي يكون قريب ليهم. اضافه الى تنويع الاليات ديال جذب الجمهور حنا باقي عندنا لافيش باقي عندنا الكتبه ديال الفيسبوك وغير هكا. وكنرجع نذكر غير مسعود في التجربه ديال هو باقي ينسى في احدى العروض ديالها اللي كانت باقي الفيسبوك طري على الاقل تمسح كانت باقي التجربه ديال الفيسبوك طري ما كانش كيتعاملوا بها بنادم وتنزل فيها لافيش ديال هو باقي ينسى حتى كتعرف الثاني ولا الثالث. وملي مشات كتقارن ما بين الكيشي اللي دخل قبل وما بين الكيشي من بعد مشات كان الاقبال الكيشي وكانت مداخل بمعنى اخر راه الناس الجمهور راه حنا ما كنوصلوش ماشي 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 هو ما كيبغيش المسرح ولا ما بغيش المسرح فقط راه حنا ما كنوصلوش. وحنا فريمون لي زارتيست اون جينيرال عندنا شويه ديال ليغو متضخم اللي كنبقاو نشوفو دائما الجمهور بشكل متعالي وكنتظرو هو يجي يقرب علينا. وشكرا شكرا للسي محسن زوالو على هاد الحقيقة ديال قيام دراسات سوسيولوجية ثقبة كبيرة في البحث العلمي في الجامعات المغربية. ما عرفتش كيفاش الناس ما تابوش هذا شيء عام ماشي بزاف يدير واحد ثلاثة الطلبة هو دراسات سوسيولوجية ما كتبغيش طالب كتدير دكتورة تدير واحد الفريق عندهم واحد اسمها هي خمسة الوليدات ولا ستة شباب يعزلوا صبابطهم ويعودوا للمسارح ويتفرجوا ويشوفوا ويديروا هذه الدراسة السوسيولوجية اللي مع الأسف باقا ما كايناش. شكرا للأستاذين الكريمين على ما قدماه من معطيات ومعلومات. الآن إذا كان شي تأخر بجوج نختموا به النقاش كل واحد يمشي بحاله ترى تمشي لتطوان ان شاء الله. الله يعاونك يا رب. احمد خميسة مشاو من الباب وش من الزنقه راه كان ممكن الناس يديروا اضراب غير
الدوله غادي تحاصرهم وغادي يمشي لكم درجه وغادي يبيعوا بوش بشويه. الى توقف المصلح المغربي مثلا توقفت الممارسه اش ممكن يوقع؟ ما توقع حتى شي حاجه. الى توقفت الممارسه المصلحيه في المغرب لمده واحد 5 سنوات ولا 6 سنوات اش ممكن يوقع؟ باغي انا كنهضر فولونتير احصائيات كانوا نديروا واحد الاستراتيجيه معينه واحد المدينه معينه. هذه المدينه معينه كنحاول في الاستراتيجيه اللي كتخدم بها وزاره الثقافه وهي الشهاده شحال ديال العروض كنقدروا نحصلوا عليهم مثلا في السنه العروض المدعمه ولا التجارب الخاصه الذاتيه قليله جدا باش توصلي فيها العدد المجانيه والعرض اللي جاتك من اكادير ولا من تيزنيت ولا من خميس زمامره ولا من سيدي القادر تقدر توصلنا واحد 7 10 عروض في السنه ككل هاد 10 عروض في السنه ما كتقدرش تقول لك متى كدير موعد قار موعد قار محدود في نهار معين باش يقدروا الناس ديال مدينه المنطقه مثلا كيقولوا نهار السبت اول السبت في الاسبوع راه غادي نمشي نحضر باش نتفرج في مسرحيه كيولي مرتبط بالثقافه كلشي الناس ديال المنطقه تجي تتفرج في مسرحيه ولا يوقع في ازدحام ويوقع في بيتري ويوقع مجموعه من الاشياء باش تجي الناس واخا تبدا معاوني بجوج دراهم وغادي توصل ل 20 درهم باش تقدر دير لا سيليكسيون وتولي واحد 100 درهم وهداك الشيء ويولي العرض غادي فين بغيتي يعني ما قدرناش احنا كمسؤولين ولا مع العروض ما قدرناش انا نوفروا هذا النهار هذا اللي متفق عليه واللي كتعرفوا المدينه كامله بحال خميس الجرا ولا فهمتي المدينه اللي كتطبق السوق ولا المسائل الاخرى عودة يعني هذا هو السؤال الجوهري ديال المسرح مدى الاهميه ديالو في البلاد ومدى مدى سميتو ولا عند فرق مسرحيه كيفاش كيفكروا الناس انت المسرح الامازيغي المسرح الامازيغي كيفاش كتشوفوا الناس انا كسكان مدينه اكادير واللي كبرت فيها وتربيت فيها وداك الشيء وكان عندنا واحد العلاقه بطيئه يعني اللي كنهضر عليها بسبب سعيد محسن وضد سعيد محسن هي علاقتنا كيفاش ان البي سي دي ولا الدي في دي موكي والافلام ديالو وكتشوف الناس مجموعه الناس خلقوا واحد الثقافه معينه انا هو صحابي الاب ديالي شي ومن صحابي كتفرج في موكي وكبرت اللغه وتربات معاها وحبتها وتفرجت وداك الشيء وبقينا كنعرف واش بدا موكي هنا بدا موكي بدو وكذا بقينا غاديين اننا فاسميتو خلقات لنا واحد المساله مهمه اللي هي عندها علاقه خلقات واحد المساله اللي هي نجوميه وهذه مساله مهمه في المسرح الامازيغي كان في كفازه كانت شي مسائل كانت دارت بحال هكا في اليه التطوير المسرح الامازيغي والناس يقدروا يجيبوا هذه المساله هذه كانت واحد المساله اللي كان مسلسل سعيد محسن كشاف واحد الفيلم بعثوا لي الاناوي وهذا وهذا وكان طلع فتح قبل ولا شافوا داك الشيء الى حد في التلفازي وهذاك الشيء هاد الناس هادو مثلا اللي كيبقاو يعني ملي كيفكر المخرج المسرحي اللي كنعرفوه من مدينه اكادير مثلا اللي كنعرفو كتجربه خاصه اللي كيبقى انه همو يحصل على الدعم كما جاء على لسان الاستاذ زوال يحصل على الدعم يشارك في المهرجان الوطني ما كيبقاش الهم ديالو الحقيقي هو انه يكسب ويدير موعد مع الجمهور معين وهذاك الشيء يخلق غير جمهور ديالو غير الفانس ديالو واخا تصدر 30,000 في مدينه اكادير اللي كتجي تشوفو واخا غير 4 مرات في العام ولا 5 مرات في العام كتعطينا واحد الستار معين في المساله كيبدا ديالو شاف المراجع الوطني العزله كذلك القضيه ديال الفن وابداعاته ورهاناته واسئلته وداك الشيء كيبقى يدير الحوايج اللي كيديرهم ديما وكيقدم شاف المراجع ويرجع ويحضر بعض الايام من عند وزاره الثقافه ويجي فقط كتفرج صور في هذا الشيء في الاليات ديال التطوير اللي هضرنا عليهم ان حنا غاديين في واحد المجلده بالانستغرام ولا مجموعه ديال الناس اللي عندهم سميتهم ما قدرناش نفاتحوا لافيش راه كتبان لي انا بدائيه جدا في اليه التواصل الحديثه اللي كاين الناس كيتواصلوا بها الا كنهضروا على المسرح الامازيغي وعلاقته بالجمهور كاين نجوم كبار اننا كان ممكن نفتحوا على كبير على مستوى شي كممثل مجموعه ديال الناس اللي عندهم مثلا متابعين اللي عندهم العشاق ديالهم على مستوى التلفازه وعلى مستوى كذا وعلى المستوى هادي ويجوا يحضروا معنا ونحييو عاوتاني النجوميه في المسرح الامازيغي اللي ممكن انه واخا يكونوا اختيارات ولا اننا نمشيو نتبعوا مسرحيات كوميديه مثلا نزليه هذه المهم اننا نجيو نعرفوا واحد الالفه ما بيننا وما بين المتتبعين كتبقى محصوره عندنا في هذه المساله هذه عندنا نجوم وحدين اخرين اللي كيديروا هذا ستاندارد وهذه المسائل يعني كاين مسائل وحده اخرى نقدروا نجيبوا ليها كذلك في التصوير الحديث لي فيديو سيمبلون لي سلاب داروا هذه المسائل كاينين دراري واعرين عندنا في ستاندارد بحال ذاك الدري السمر اللي ولدوا الزازات ومجموعه ديال الاشياء كنقدروا نديروا في جيو معين باش نقدروا اننا نخلقوا واحد النمط ديالنا ديال التواصل معين ما بين هذا المسرح اللي ولا كينقاض مثلا من ما عرفتش كيفاش شنو كيوقع دابا وما بين تسمية يعني هذا تكون الاليات ممكن انه يجذب لينا جمهور يفتح لنا نجوم
شكراً لكم. كاين خلل ما
التفكير المسرحي في نفسه في ذاته. طب هل شفتي بعض الآليات اللي ما بقاتش كتستخدم؟ حنا كنا كازا كانت كتستخدم السيارة والبوب وهذا وإلى غير ذلك، ولكن كان المسرح أيضا يتوجه إلى الناس، وكان الناس يجدون في المسرح أنفسهم وفيما يجي أمامهم ذاتهم. الآن أصبح فرجة كأي فرجة، يمكن إذا كان ماتش ديال الكرة تعطى الإسباقية، وبالفعل كتعطى الإسباقية على أي مسرحية ممكن تكون في. إذا هذا الإشكال أنا أعتقد هو فينا، ويجب إعادة النظر في العملية، ونعترف بأنه ما دام المسرح هو منتوج سواء كان أمازيغي أو غير أمازيغي، مع العلم أنه ارتباط السنتين بالريفي ثم الأمازيغي، بالريفي أيضا بالفضل صديقي المحسن والأمازيغي هذه السنة مع تفوكت، كاين فيه شي حاجة اللي ممكن أن خص يتم انتباه لها، هي قربهم من الناس، ولكن راه بدا كيضيع لأن بعض التجارب بدات كتقتل هذا المسألة. في الأخير شكرا. راه المشكل ديال الكومونيكاسيون، ولكن المشكل كيكون
كيكون حتى في البرودوي في المنتوج اصلا هذاك المنتوج شنو هما لي زيليمون داتراكسيون اللي غادا تخلي هذاك سميتو كنشوفو هذاك المنتوج كنديرو واحد لي في ماشي قبل ما نوصيو لو برودوي واش قبل ما دار واحد الارض صراحي مثلا درت قراءه لا الاول فين غادي يكون والثاني من بعدها كنشوف نوعية الجمهور اللي هو اللي غادي نسي لا بوبيلاسيون سيبل كما كنقول في السوسيولوجي لا بوبيلاسيون سيبل شكون هي ودو كي طونش داج وعاد نمشي عاوتاني للميليو مثلا غندير في جرادة انا كنعرف في جرادة ميليو ديال اليمين وديال كذا بهاد لورونتاسيون ممكن نمشي عاوتاني نشرح الجمهور ديالي يعني فين ما مشيت غادي يولي عندي العرض ديالي تقريبا من الاحصائيات نقدر نكون عارفها غتبقى غير واحد الريفيرونس ديال هذا الجورجي مثلا مع كاين مؤثرات اخرى ستؤثر على وشكرا شكرا السيد المدير مبارك الثقافي عين عبد السيد السعدي سي مبارك شكرا لا ما نديرش كنشكر كثيرا كنشكر الاخوان اللي تدخلوا هنا واحد القضيه ان الاستاذ حسين زغوان ربما بحال كان معنا السيمانه اللي فاتت فاش كنا هضرنا على النقد وغالبا خص الحلقه تكون معها ناقد انا قلت هذه الفكره هذه يكون بين الناس اللي كيتعاملوا معها اللي كيتخلصوا بحال الممثلين بحال المخرج بحال كذا وربما نضيفوا عليه مره ثانيه واحد السيد اللي كيدير له ماركتينغ واعي بالبيع كيفاش اننا بطبيعه الحال هذه المسرحيه ديالنا غنوصلوها ولا نبيعوها للجمهور. واحد السؤال اللي عندي انا شنو هو بالنسبه للجمهور المسرحي عامة واش هو هذاك الانسان اللي كان الاستاذ اللي هو فقط مستهلك ثقافي او انه هذاك الانسان اللي كيجي بطبيعه الحال كيقلب على مواعيد مسرحيه وكيأدي الواجب ديالو كيشري التيكيت وكيتفرج على اساس انه يستفد بدون علم يكون عنده واحد العلم ديك المسرحيه شنو فيها كيتفاجئ وخصو يقرا ديك المسرحيه اللي ما متفقش معنا مع الاستاذ محسن الزوال هي هذيك القضيه ديال انني مثلا خصني نعزل واحد البلاصه ندير لها واحد النوع معين من المسرح بحكم واحد التجربه ديالي المتواضعه ان ما يعني صامول اللي كنت هضرت عليها استاذ قلت لها الدوار راه كان السينما فيتا العيادات ديال الدوار في اعتبارها كيسكتوا الدراري الصغار باش يتبعوا ونطوا الدوار في الاخير كنتفاجئوا اننا ملي شعلتوا كنا جمهور غفير ونفس الشيء وقع لي مع ديال المعيب سيسو اللي كتجمعت في بلاد الحل الله يزيد كنا واحد الوقت كنقولوا ان المسرح كما فهموه المغاربه لان المشكل قلتوه كاملين ان المسرح ما كيتقراش واحد المستوى دابا يلاه ولا في الثانويه الناس كتعرف المسرح من داك الشيء اللي كيبدا في التلفازه المسرح غادي نجي باش نحل ولكن انا اكتشفت بانها في الدوار لان عرضت وعرضت في الدوار ديال اكادير لهنا في طاقه عرضنا فيه بالضبط ايام العزف الامازونيه يعني كان اقبال نقولوا ليه مستهلك ثقافي كما قال الاستاذ لان الجمهور انا باقي عندي بين قوسين او علامه استفهام شكون هو الجمهور ديال المسرح او لا الجمهور ديال السينما ديال يوسف فاضل ايام العزف يوسف فاضل اذا كنا كنقولوا كيفاش ان الجمهور واحد الوقت ربما راح معنا الدكتور مسعود اللي قال انه باش يكون المسرحيه تكون عندها جمهور اللي غادي يجي ليها ويلبي الدعوه خصها تولي حدث مسرحيه تكون حدث مثلا نقولوا الجمجمه ديال زميت لاول مره او كان سؤال او فلان ولا فلان الى واحد المنطقه معينه مدينه معينه ما عمرو جاش ليها واحد الفرديت معروف انه كتولي هذه المسرحيه هذه حدث في هذا في حين انه فعلا عندنا وسائل كيفاش اننا نتواصلوا مع الجمهور انا ما كنقولش ديما ان ذاك الجمهور ديالك هو اللي جالس قدامك مثلا او كذا حي ولكن عندنا دابا المتابعات اللي هي اونلاين ان الانسان حتى انا غادي تكون عندنا بعض الاحصائيات شحال من واحد متبع المسرحيه يعني اننا فعلا في رقم مسرحيه
ما يمكنش ليها دائما انني نقول انا كل شيء السي محسن الزواري يدير كل شيء يخدم كل شيء يدير مصلحيه يدير احراج يدير بزاف ديال الحوايج ويفهم مصلحيه شكون غنسيب لي شكون غنسيب لي فين غنديها فين ما غنديهاش له خص يكون عندك يكون تخصصات كثيره في هذا الفقه هذا اذا ملي كنزيدوا هذه التخصصات الكثيره جدا اش كيخصها كيخصها دعم كثير من امور الدوله واخا الاستاذ الزيتون قال لنا فعلا وش هي اللي حاصل يعني الحصيله اللي كاينه دابا هي ان هذا الدعم قتل المصلحه ولكن حيت علاش هذا الدعم هذا قليل جدا لان الى جينا نقول واحد الستركتور ديال واحد الفرقه مصلحيه متكامله فهاد الشيء كلشي اللي قلنا خصنا على الاقل هاد الناس هذو نوفر لهم واحد الدخل اللي يقدر يعيش به سنه او سنتين في حين اننا حنا ما كنفكروش حتى شهرين مثلا ديال الكرا ديالنا اذا كيفاش الفرقه هذه غادي تفكر لي في هذه المسائل كلها وتتبع لي المسيره ديالها على اساس انها تكون في واحد الوقت جمهور كما كنقولوا مثلا الاستاذ اللي يكونوا مثلا في سي دي او السينما نقول البدايه ديال السينما الامازيغيه في الاول اللي كانت فيها كما قال الدكتور مسعود بوحسين كانت فقط حس ديال الناس ديال الامازيغيين اللي فيهم الروح ديال الوطنيه والروح ديال اللغه الامازيغيه واللي كيمشي كيربي الدعوه ديال مسرحيات عادله اللي ربما الدكتور امان راه عرض مع الامري بطبيعه الحال وشاف ولكن ديك الساعه كان داك الشيء غير دوك الناس هما اللي كيعرفوا على اساس اننا خصنا نوقفوا مع الثقافه الامازيغيه ولكن مازال ما حركناش في هذاك الحس المسرحي انه يكون فعلا وفي المسرح ويجي حضر ويقلب على المسرح الامازيغي والمسرح الامازيغي حتى هو او المغربي كامل يقلب على الجمهور ديالو باش نتلاقاو في واحد الوقت اننا نكونوا جمهور وتكون واحد يعني التبادل يكون العلاقه ما بين الجمهور وبين المسرحيين تكون ريسيبرو. شكرا سي احمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا الشكر جزيل وكذلك للاساتذه محسن والسي زرواني محسن الشكر الجزيل لكم. وغير نقطه واحده اللي قال الاستاذ بخلاف نعاود الشيء نقل غير من العنوان المسرح الامازيغي والجمهور. انا تنقول المسرح المغربي والجمهور المسرح كنقول بصفه عامه. النقطه وحده اللي كنشوفها فيما يخص المسرح اظن المسرح بصفه عامه او المسرح المغربي بصفه خاصه خصنا في كما قال واحد المثل قال لي شد باك طاح قال لي من الدار خرج معي. اولا كتقصنا الكتابه هو المسرح ادوات المسرح خصنا الناس اللي يكونوا المسرح حتى التكوين راه قليله فيما يخص المسرح الامازيغي. ونزيد نقول بان كما قال الاستاذ لو برودوي الماده اللي باغي تبيع وتشري فيها كتخصها واحد شويه ديال الماركتينغ خاصها شويه ديال الاشهار خاص تعرف كيفاش تبيع داك المنتوج ديالك. اما المسرح الامازيغي هو المسرح المغربي بصفه عامه كان في الثمانينات وفي الاخر ديال السبعينات كنا كنهزو سطوله كنسقو لي زافيش في الدار البيضاء كلها من 6 العشيه حتى 4 الصباح تتبقى يومين ولا 3 ايام من العرض كدير طوموبيل كتسارع الدار البيضاء كلها يقدر دير ارشي كومبلي ولا دير غير تسد المصاريف ديالك ولا مثلا هذا الشيء هذا ما بقاش ولا هذا الدعم هذا خرج على المسرح بصفه نهائيه. اما فيما يخص الجمهور خص الفنانة أو الكتاب والمخرجين يتصالحوا مع الجمهور
اللي كان لاحظ في بعض المسرحيات خروج عبادات بهذا المفهوم هذا، لا إخراج، لا 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 كتابة، لا السيناريو شرط مغرب اللي كيخص والجمعه خاصو يجي يشوف شي حاجة اللي هي اللي يبغيها واللي تعجبه اللي تنمي الفكر ديالو وتزيد في الثقافة ديالو. بنادم كيجي كيشوف المشهد الأول المشهد الثاني كيخرج. نقول واحد المسرحية لعبناها مع الأستاذ أمل في القنيطرة أرشي كومبلي، ما لقاوش الناس فين يجلسوا. نزيد في المسرحية الثانية أكادير وتيزنيد أرشي كومبلي، ولكن كاين 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 واحد المادة اللي سميتها المسرح. موجودة في المنطقة مبارك وواحد العدد ديال الإخوان عرضنا في كمال الزبدي. الإخوان أول مسرحية اللي كنشوفوها مسرحية أمازيغية طح، والهدف الواحد هو ماشي كنعرفش عليا كما يكونش تكون ولا ما تكونش. أنا باستثناء كاينة واحد لبسه مسرحيه، والهدف شنو هو؟ تسابقوا مع الجمهور، الجمهور الجزائر باقي المسرح الامازيغي والمسرح المغربي. شكرا اختصار سي احمد. واحد شكرا. المهم انا ما عرفتش كيفاش غادي نهضر، غادي نهضر واشنو الجانب ديالو اللي كنا كنشتغلوا مع الجمهور الخارجي ولا مع الجمهور، ولكن ماشي مشكل. بالنسبة للجمهور السبعينات كان جمهور فعلا مثقف، كان جمهور راقي، كانت البيئة اللي كنديروها كيفما جمهور، ولكن كانت عندنا دعاية كلشي كيما قال محسن كيما قال محسن فعلا دراسة اللي كدرت واحد الدراسة لواحد النوع من البشر والجمهور اللي بغيتي فيه وشنو كتعطي. كنا حنا موجهين للطلبة أكثر، كانت عندنا الجمعة في العشية والعطلة وفي السبت والعطلة والحد، كنخدمو العشية ديال الجمعة والسبت، كنا كنضربو على الجمعة والسبت والحد الطلبة، وبعد ما ملي كونا جمهور ديالنا خاص بينا، كنا كنديرو 4 دراهم ديك السنين، يعني غالية، غالية ما الآخرين كيديرو 2 دراهم، 1.5 دراهم. المهم لمن كتوجه واش كتوجه وكيف كنوصلوا كنديروا مناشير كنوصلوا للثانويات فعلا انا شويه عندي الهضره حتى السنه الثانيه كنوصلوا كيجينا جمهور لدرجه درنا جمهور ديالنا ملي كدير جمهور ديالك وكتقلطو كيبقى عارف فرقه وعارف توجه ديالها وعارف شنو كتعطيها. لدرجة أن واحد مرة جاتني في المسرح الأول فاتني الموبايل نعرضو مع الستة، ستة العشية شكون غيجي؟ إذا كريتي المسرح ب750 درهم، 75,000 فرنك كنقولو ليه ديك الساعة، ما غيجيك حتى واحد، ولكن غامرت وكريتو دخلنا 300,000 فرنك، يعني 3,000 درهم، بمعنى عندي جمهور، أنا ثقت بأنو أنا عندي جمهور فعلا، إلا كتقلب على الجمهور، نجيو للجمهور بالنسبة للأمازيغية. خصنا نعرفو وحدة الأمازيغية متى بدا المسرح ديالها، راه كان بادي فاكادير مع بادوج، هو بوحدو اللي كان كيدير المسرح، فابدوج. جمعية التفاوي. التفاوي، يعني في بداية السبعينات، وممنوع يلعب في المهرجان، يعني كاين قانون راه عندي باقي كتب التنسيق، اللغة العربية أو الدارجة، بمعنى الأمازيغية ما كايناش، إذا هو محيل على ديجا. كيفاش كان كيلعب داك الراجل وكيفاش سميتو. المهم حاليا دخلنا في التجربة ديال التسعين، دخلنا في التجربة ديال المسرح الأمازيغي 92 ولا 93 ما نتذكرش. كانت التلفزيون كدير الدعاية، كيجينا جمهور كنا كنديرو بالفلوس، سيدي بولي كيدخلو لنا بالفلوس، كنقولها بالفلوس وكيدخلو كومبلي عندنا كومبلي ديالنا.
بقينا بقينا حيدت الدعايه بدينا مع الدعم. شوف كيفاش بدينا مع الدعم قعدنا الجمهور ولكن ماشي بالفلوس مابقاش عندنا الدعايه ديالنا. فين حولنا الدعايه؟ حولنا تا بنيت دابا ندير بعد غدا نعرف غنوي معاه بالهمو غيدوي معاه ديال الراديو غيقولها ثلاثه د المرات في الراديو غيجيني الجمهور. الا جوج دندون هادي ممكن يصلي هنا هنا ما جاني الجمهور ممكن يصلي جوج مرات ممكن يصلي ما عرفتش انا الخلل ممكن يصلي شنو هو هنا التجربه الاولى لا ولكن غادي نعاود التجربه الثانيه وغادي نشوف كيفاش. بمعنى الراديو ماشي لافيش راه كنديرو جوج دوز افيش في القاعه الراديو والجمعيات اللي يتصل بالجمعيات الثقافيه راه يخدمو معاه وراه عندنا جمهور وصلنا دابا حسن من الجمعيات الثقافيه في التظاهرات ديالها وداك الشيء وصلنا حنا اكثر منهم في الجمهور. هادشي كومبليكي مثلا في قاعه ديال القنيطره خارج المدينه جاونا الناس الطوموبيلات ديالهم انا كنستغرب انا كنستغرب عندنا جمهور ولكن عرفت المسالك باش توصل. شكرا لك. شكرا لك. اذا واحد البلاد جا من قحط بعد ما كانوا كذا شاو عند الحاكم ديالهم قال لهم دير المشكل ديال الماء حاجه من مسكين ولا من كذا وكذا وزرعوا شحال راه خصكم بزاف ديال السقايات ايوا نبداو بوحده على ما نديروش السقايات الفريد لانه لا كبيرة وبشرة كثير وشيء فعلا تخبوا داروا السقاية الأولى طلقوا الماء بداو الناس كيدازوا شكون اللي غيشرب الأول شكون اللي يشرب أكثر من الآخر خصو قانون باش ينظموا استنى هذاك الشهر داو عاوتاني كيدازوا لا حكرا تنسى هذاك لا كذا لا كذا كذا مش الحكيم جاء حكيم واحد اخر نفس المشكله عاود ثاني شكون اللي غيشرب الاول كيفاش غادي يشرب لا الناس كتزاد مش ثاني جاء الثالث وهكذا دورك تجرعش السؤال المنسي هو واش السقايه وحده كافيه وبقى السؤال المطروح شكون اللي شرب شكون كذا هذا شرب كذا هذا 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 هو الاشكال الذي وقع للسياسه الثقافيه في المغرب بصفه عامه لان السياسه الثقافيه هي مشكله عصبيه سيستيميك باش تحرك خصك تخدم على مستويات متعدده وفي نفس الوقت تحركوا بزاف ديال الحوايج باش تمشي ماشي تعول على عنصر واحد وتسنى انه هو اللي يحل لك المشاكل كلها وبالتالي الاشكال ديال الثقافه في المغرب هو ما يمكن ان نسميه انه وقع ضحيه الخطوه المؤقته التي اصبحت خطوه مؤقته ولات دائمه ولات كتنجرحوا جيابنا وحوايجنا شنو اللي فين بلاش الاستاذ اللي كيهضر على الوضع الاقتصادي والاخوان اللي كيهضروا على الماضي راه الا قارنا دابا بشحال هادي راه الماضي ذهب الى غير رجع حنا في لا ديال العولمه اخر شكل اخر ديال التفكير تاعنا ماشي هو نفسه ديال السبعينات ديال الثمانينات ماشي نفس نفسه ماشي نفس الحكمه كان شحال هادي راه يمكن يعاونك يجيب الفلوس من المجر سي فري كان ولا سميتو يمكن القيس من الدميه يمشيو يبيعوا ليتيكي للناس كان بزاف ديال الاليات لانه كانت واحد العلاقه مع واحد المنطق مع اللي يصير الشكل العام وكان ايضا ضعف وسائل التواصل لا ما كاينش سبيكتاكل ما كاينش تنافسيه ما كاين رياضه قوه ديالها ما كاين انترنت
قناتين واحدتين فقط اللي قناه وحده اللي تبدا مع سته الى غير ذلك. يعني كاينه مجالات كاين شروط الان اللي نعاك اللي تغيرت الظروف والمحايا ديال العولمه والخوصصه زعما ولا ايضا عنصر مهم. ما تبناش انه نبنيو الثقافه اللي ما تبناتش افون اللي تبنات على الهامش تبنات في ارتباطها السياسي. الاسئله اللي كانوا كيطرحوا قبل الاستقلال وما بعد الاستقلال ما كانوش كيطرحوا حتى في المسرح على علاقه المسرح بالمجتمع. ملي كنشوف الاسئله اللي طرحوا كلهم طرحوا المشكله ديال اي ابداع اي مسرح نريد كلها مرتبطه بالابداع ما مرتبطاش علاقه الابداع بالمجتمع وضعيه الفنان المؤسسه المسرحيه شناهي الثقافيه شناهي الحره ولهذا الوضع ديالو الاقتصادي المسارح الوطنيه واش غتكون ولا ما غتكونش واش مجتمع عموميه واش قطاع خاص مدعم هذه الاسئله ما كانتش مطروحه في المغرب نهائيا. وبالتالي نمات واحد المساله على هامش مجتمع لان ملي كتهضر على المجتمع حاجه تكون انه مستوعب المجتمع وليسيرها وماذا انعكاسها في القوانين المؤطره. اما تقول لي انه راه كان نشاط وكان كذا وكان كذا وكان هذا وكان كاع الناس كيمشيو حتى يعني مع السلطات العليا وكذا وهذا ولكن لم ينعكس ذلك على مستوى قانوني ومؤسساتي مدروس. دونك بقينا راسنا يعني دونك حنا في الخطوه الاولى شنو هي الريفيرونس ديالها؟ الريفيرونس ديالها هو الاتفاقيه ديال اليونسكو ديال 2005 وان كان جاز من بعد باش تقدر هذه العمليه كتعطي الثقافه وضع معين في اطار التجاره العالميه والوقت ديالها. باش كتقول هذه الاتفاقيه تقول بكل بساطه انه الثقافه السلع والخدمات الثقافيه ليست صناعه ليست منتوجا تجاريا واقتصاديا خالصا او صرفا بمعنى انه فيه جانب اقتصادي وفيه جانب ديال قيم اخرى من طبيعه اخرى من طبيعه غير اقتصاديه. هذه القضيه ما عمرنا فهمناها عندنا في المغرب بشكل واضح او بشكل لا هو انه اما كنلغيو عليها جانب اقتصادي اما كنبغيو نفكروا فيها اقتصاديا بصفه عامه. ملي كنجيو نحلوها بمنطق اقتصادي وهذا هو المشكل ما عندناش وعي بالنموذج الاقتصادي ديال الثقافه بما فيها الجانب الاقتصادي التحليل الاقتصادي ديال الثقافه والفن خصوصا يصنفها من الانشطه الاقتصاديه اللي فيها الخطوره جد مرتفعه. شنو هي الدرجه؟ علاش مرتفعه في الخطوره؟ لانها غير مضمونه بنتيجه اقتصاديه ماشي غير منتجه غير مضمونه. النتيجه من الناحيه الاقتصاديه فاريابل. الى نتجتي واحد المنتوج كيتكال ولا كيتشرب منتوج مادي عندك 80% ضامن. نتجتي المنتوج تيدخل فيما يسمى بالاعمال الفكر خصوصا في المجال الفني لو ريسك طالع ولكن الى نجح كيعوض لك ديك الخساره كامله اللي كاين. دونك بهذا المنطق هذا كاين في الاقتصاد الثقافي واحد الفني واحد المنطق اللي تيقول انه 80% من النتائج عندها 20% من الاسباب. بمعنى انه الى انفيستيتي 100% عول ان 20% هي اللي غتعطيك النتيجه. من النتيجه ديال هذيك 20% كتغطي لك ديك 80 كامله ويزيد. هذا الربح الثقافي اوروزمون والفني اوروزمون انه فيه جانب اقتصادي مباشر يعني كيخلق قيمه مضافه والاعمال اللي كتباع وكذا وكذا وكذا. رومارك في فرنسا الناتج الوطني الخام الثقافة كتساهم فيه ما بين 6 و7% أكثر من قطاع السيارات. شكون واقعي؟ إذا كنديرو الثقافة غير التجارة راه عندها واحد المعنى معين.
60 دونك 600 ماشي سهله. شكون اللي كينتجها؟ واحد جزء من الثقافه. الجزء الثاني من الثقافه كيكون كيحرك الاقتصاد، عنده نتائج غير مباشره على الاقتصاد، لانه لو مومون ديال لا كونسوماسيون ديال لا كولتور كتوقع لا كونسوماسيون ديال الحوايج اخرى. اكزومبل ديال ميغرام مثلا، سي لابروش ديال الديناميزاسيون ديال ليكونومي، والدوله كتدعمو لان خطر حي في الطبيه، وهذا الشيء تيكون فواحد الكونسيبت ما بقاش دابا كيستعملوه بعض المرات قليل في القوانين المغربيه، هو الملاهي، ملاهي السينما كتيجي في القوانين الفرنسيه الى غير ذلك، لان الثقافه فيها جانب ديال لي فالور، فيها جانب ديال ديفيرتيسمون، وفيها جانب ديال الصياغه الفقهيه. ملي كتحسب هادشي كامل الثقافه راه كلها ربح. مي ملي كنجيو حنا كي كنتعاملوا مع الثقافه باش نرجعوا للقصه اللي كنا كنهضروا فيها، تيولي الاشكال انه الحاجه المليحه للعيش وفي غياب واحد الثقافه واحد النسق كبير ولا لا، كتولي الفرانات او الكوابع ديال تطور شي صناعه ثقافيه في المغرب اللي غتولي منفتحه للجمهور او المتطوره حتى فنيا جايه من الفاعلين الثقافيين انفسهم. هذا هو السونس اللي كيقول اللي خصنا نركزوا عليه. تصور فرنساوي تقول ليه مثلا راه كيوصلوا حنا اللي كنشريتي 5000 درهم سبيكتاكل يشد راسو، يقول لك واه انتوما مفضحين، حنا يلاه عندنا 80 اورو 100 اورو 120 اورو 30 اورو، فهمتيني لا ريبريزونطاسيون. ملي كتقول ليه راه كنديروا 10 ديال الاورو تقول لك اه وعاد هو راه كيدير 1000 هو راه تيدير 1000 فهمتيني. ما يمكنش نقول لك هذه القضيه ديال الدعم فين المؤثر فين طلع، لانه الا جيتي تخمم من المنطق الاقتصادي كتبني انت لو سبيكتاكل ديالك انت بناء على واحد لارجو دوني، وهذيك راه كتكبر المقاولات. ما يجيش واحد يعاود لا خويا واش انت واحد مسرحيه فيها جوج غتشري انا غندير لها الجمهور، ما يمكنش ندير بيدي راه غندير لو ريسك كبير، لانه التعاقدات ايضا هي اللي خالقه هذا المشكل، انه الناس ما كتبغيش تانفيستي في العدد، ما كتبغيش تانفيستي في الجزء ديال المور، تولي دير مسرحيه سالي منها جيب وحده اخرى سير التلفزيون الى غير مثلا. حنا اون كرياسيون اللي بغينا نقولوا جوطار فهمتيني كذاب باش تلاح باش تجيب حاجه اخرى فهذا ومزروبه، هذا الشيء كيعطر على الكاليتي، لانه اللي غينتج برا باش ينفيستي راه كيخسر فيها الفلوس. علاش؟ لانه العمل الفني هو خصو يستغل لواحد المده وخا يزيد واحد اخر، لانه بالنسبه لهذيك السلعه اللي كيخصها تيكسبلواطا الماكسيموم، كيكون عندها ديكسبلواطاسيون ديريفي، تمشي للانترنيت خصو تخلص فيها في اليوتيوب، ملي تمشي للتلفزيون راه كياخذ عليها تعويض في حقوق الملكيه الفكريه الى غير ذلك. وراسه القانون هاد الاشكالات كلها اللي طرحات في هذا السياق يتطلب الامر وعيا من الفنانين من جهه، ويتطلب الامر ايضا عدم خضوع للابتزاز تنقول هكا ديال السياسيين لبعض جماعات الضغط التي تستغل لا نوتوريتي ديالها من اجل ادامه الوضع على هكا، بعض تستافد منه هكا هي لا تبقى هكا، الاغلبيه ما بقاش هكا، ولكن كاينين واحد مجموعه الاسماء اللي يخرج لك الجورنال يبدا يسب باش يخلي هذا الشيء يدير، لانه هو ما مصلحتوش التخدين ما مصلحتوش شي حاجه عندها اخرى. مي الا ما تغيرتش هذا الوضع هذا ما الذي سيقع؟ يبقى اوروزمون اي مالوروزمون الواحد شريحه كبيره من الفنانين والفاعلين اللي ما بقاوش يعاودوا هذه العمليه اوروزمون اي مالوروزمون بوغور، راه كاينه دابا كتصايب المنطق المباير لهذا الشيء بحركيه من حركيه من الفاعلين الاقتصاديين الكبار ديال كنا شفنا واحد الخبر ديال الفيدراليه ديال الصناعه الابداعيه لمن؟ ديال اتحاد مقاولات المغرب، للناس الناس مجموعين فاعلين الثقافه
اللي كتسمع اليوم كتلقاهم كيهتموا بالمجال الثقافي، يهتمون بالمجال الثقافي لان هما كيشوفوه كسورس ديال الاقتصاد، كسورس ديال العمل بالشكل اللي هضرت عليه قبل، بحال اللي كيخدموا الشركات ديال 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 اللي كيصايبوا الشوانط وكيصايبوا كذا وكيصايبوا هذا وكيصايبوا هذا، هذا قبل ما كيصايبوا هذا كيصايبوا الدوله الخدمات الثقافيه، كيصايبوا هذا كيصايبوا الدوله، وكيخلطوا ما بين الدوله كزبون لانه كيقدموا لها خدمات، وواحد الحركه واحد المجال اقتصادي اخر ليبر ديال الاشخاص وديال الناس الاخرين ديال 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 القطاع الخاص، بمعنى انه نضيعوا الفرص لان ما قدرش يجي هذا الشيء هنا بطبيعه الحال غادي يجي من الناس الاخرين، وكنظن انه راه جاي لانه شئنا ام ابينا فالوعي هذه الخصوصيه الثقافيه ولكن بالجوانب ديالها الاقتصاديه من جهه وبالجوانب ديالها الخدمه الثقافيه من جهه اخرى راهين بالخروج من هذا المنطقة ديال لعنة اللي سميتها لعنة أو مشكلة المؤقت اللي باقي مدابزين معاه ما نقدرش نخرجوا منه، كنعتقد أنه مسألة غتسال الإتمام وما هي وما هو ما هو ما هو. شكرا حسين. باقي ما عرفتش واش هي حاجة بسيطة غير مثلا في المنبر وزي كل ما كيمشي عند حتى شي واحد يجي في البيبليك المدن تفسدت هذا الوقت ديال البيبليك ديال تفسد القرى والبوادي والمدن الصغيرين باقيين فيها بغيتي تكون الو ملي كيديروا شي حاجه متعطشين وما اكثر راه تجرب تمشي لمدينه صغيره تدير بي تريك تدخل اكثر من كثير دير كازا السوبر ديال كازا ودير كازا ودير لابيبليسيتي المساله المساله ديال الفرق اللي خصهم كذا راه كما قال مسعود احنا دابا راه احنا ولينا دابا ملي كنقول عدلوا فرق فرق المسرحيه مثلا جمعيات في الاستركتور ديالها كتقرر الرئيس نائب الرئيس الامين الامين الكاتب العام التخربيق القانوني كتحطهم لك حطيشي حطيشي دايرين دابا ولات كتفرق كدير مدير مالي مدير اداري مدير فني علاش ما كيتمشي الاستغلال مثلا الناس اللي كتخرج الجامعه الناس ديال الماركو الناس ديال الوصيجي راه غير شايطين ما كيتمشي التعامل معاهم ديال انه هو وناس عندهم لي كومبيتونس يعني يروجوا الناس يروجوا قادرين انهم يخدموا وعندنا تجربه في المغرب اللي سافري غدا مزيان ديال تجربه مثلا المسرح الجامعي ديال طنجه اللي خدامين في الدري ديال الماركوتي كيفاش كيروجوا العمليه كيفاش كيخدموا ثاني حنا دائما كيبقى ديك العباده الخبيزه ديالنا خصنا نتمغي بيناتنا حنا كيولي المخرج داير مع مراتو هو الرئيس ديال مع مراتو ديال ولد هو الامين وفي الاخر المطاف كيتشكى لانفستيسمون خصك تحط باش تاخذ ما حطيتش حتى ما عمرك غادي تاخذ الحاجه غير بسيطه جدا اللي كان كيبقى مسعود قبيله الدعم فريمون هو مؤقت ولا دائم ولكن الدعم راه الا كان الدعم قهر المسرح بين قوسين او كان ساهم الى حد ما فدا سيغه وحيده هدرت لا راه باقي ضعيف خصو يتطور سيغه وحيده المشكل ديالنا حنا شنو كاين المنطق ديال البيع والشراء ما عندناش حنا ماشي كنأمن هذه كنقلب على حاجه واحده اخرى حنا كنشد هذه كنبقى نهرب في هذه شري صباط واحد كنقطعو هذا كنشري صباط واحد اخر ما كنشريش ثلاثه الصبابط وبدا نمشي نولد مع الرزيل انت عندك عرض كيعطيوك فيه 12 مليون كتبقى تابع 12 مليون انت كتخلي ضربو امي مسيتك 40% اللي عطاو لك تاخذو من عند البيبليك اللي ما عمر ما كياخذوهاش الناس وبالتالي كتلقى فرق مسرحيه اللي كتضرب سنوات ديال الدعم سنوات ديال كذا راه نديرو حاجه وحده نديرو غير لوكير على لي كونت بونكير ديال الفرق المسرحيه اللي بدات 890 اللي كتدي الدعم الانتاج الا لقينا عنده فايتين الكونت ديالهم جوج بالمليون ثلاثه بالمليون حقر ولكن باني الديور ديري الكاتكاتات وديري بزاف الحاجات نقطة أخيرة هو سؤال ديال التكييف وزارة الثقافة ملي كتعطيك الدعم كتعطيك الدعم وكتجي لجنة تشوف انا هذه الحاجه بقى ما غاديش تدخل ليها ليك بقدر ما ان خصها تشوف فريمون سبيكتاكل زوينه تماشى مع الافكار التحولات اللي كتبتي عليها بها بقدر ما خصها دير واحد الدور اللاصق وتشوف شحال البيبليك حاضر الا كنتي دير سبيكتاكل كبير حضرتك ثلاثه الناس سير ديرو في الدار ديالكم ولا كنتي دير سبيكتاكل تري سامبل وحاضر لك البيبليك اهم من هذاك اللي غادي يدير لها كرون سبيكتاكل والبيبليك ثلاثه الناس هنا تخلطنا الشكل في عقلي لدرجه حنا شنو ولينا ولينا حنا كنبغيو نضرب شنو لجنه
كنبغيو نديرو الدعم خصنا نديرو شي تخطيطات ولا باش نوصلو لجنة ما كاينش تخطيطات ديال الناس باش ما كتسوقش كبر وثاني حنا غادي كنرمو في راسنا كنلقاو راسنا مع بعضنا في كدوزا وشكرا وعسير على هاد المطار جلسة ممتعة في ذلك المنشأ هي المناسبة التي يشكر بها الدكتور مسعود بوحسين والأستاذ الجليل محسن الزوال وألتمس منكما بدي بمداخلة ومداخلة التي تقوي الحضور الكريم على قصد هذا المثال الموعد القادم دار عدة أسبوعية أنشطة لذلك بعد الندوة العلمية أسبوع قبل جيل آخر حول ايه 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 ايه